كثيرا ما يتخذ الأبناء أباءهم قدوة لهم في كل شيء، حتى في المهن والحرف. يسلكون نفس الطريق ويحاولون العطاء في ذلك المجال حتى يكونوا على قدر ثقة أوليائهم. على خطى والدي أبناء يتوارثون مهن أبائهم. روبورتاج للزميل محمد طاهر زايدي. يقال هذا الشبل من ذاك الأسد، أو عندما تحمل العائلة مهنة واحدة تتوارثها الأجيال. شوية أنا تعب، لازم الخدمة فيها لا. لازم. شجرة عائلة طرشون تحمل رسالة التعليم وتكوين الأجيال بعد أن انتقلت من الجد الأب ثم الأحفاد. أستاذة فرنسية. أنا قلت لك. أوكي. مدراء أوكي، إنما مسؤولين كبار قرأوا عندهم. إيه تسمى. هذه خذت ليه. أنا مريت مرحلة كشفية. كنت كشاف في الصغر تاعي، كنت نحب العمل الكشفي وكانوا يعطونا نصائح كيف كنا بعدها مباشرة كنت يعني كنت قائد فرع كشافي. هنا كنت نحب المجموعة تاع الكشافة، لذا اخترت مهنة التعليم وواصل المشعل، لأن الوالد أولا كان في هذا الميدان، وانا قلت نزيد نواصل بهذه الطريقه لان حبيت الابناء وحبيت التلاميذ. كانت عندي قناعه كي اللي شافوني وعاشوا معايا بزاف اختاروا التعليم. كيما نوصلوا للمبتدا اذا كان عندكم تركيز والانتباه راح توصل. ياسين الذي يتوسط اخوته الاربعه صار على نهج والده متوارثا مهنته، فبات خير عون له. الدور تاعو كان اساسي، لانه لو كان ما كاش الاب تاعي كنت راح نتلقى صعوبه كبيره، وصعوبات ماشي صعوبه، كنت نتلقى صعوبات بالك كنت نفشل. ولذا درتو مثال تاعي في العمل تاعو، في يحب يتقن العمل تاعو، يحب يخدم، عنده حب المهنه تاعو. مهنه التعليم التي مارسها والده منذ ازيد من 35 سنه وأسس بها العائلة، انتقلت عن قناعة إلى الابن صاحب 25 سنة. أب تاعي كان أستاذ، كان في الأسرة التعليمية. أنا تبعت المشعل تاع جدي، لأنه جدي كان إمام. جدي كان إمام، ألور دخلت المدرسة القرآنية وحفظت أحاديث وحفظت ما تيسر منه، مبقاش إن شاء الله أكثر من اللي فات. ألور كي جبت الباك تاعي حبيت تعليم، حبيت نعلم حاجة، والحاجة اللي كنت حسيت روحي كابابل فيها هي الرياضة. ألور تبعتها كي دخلت عن قناعة، وباش ندخل للتعليم أنا نحب هاد المهنة، نحب مهنة التعليم. أنا كان عندي حب القيادة على كل حال، نحب حب القيادة لأني كي درت الرياضة، الإنسان اللي يدير الرياضة تولي عنده حب القيادة. والمعلم في نظري أنا، في وجهة نظري المعلم قائد. الأبناء قدوة آبائهم في المهن والحرف، فقد اختار أسامة النجارة حرفة له بعد أن أخذها عن أبيه فكان خليفته من بين إخوته. الشيخ كان يخدم مع أخوه الكبير، غير قول جدي زايد 1887، أنا ما نشفالوش ماتن 47 وأنا زايد 51، ولي علم الشيخ وعلم أخوه، تسمى زوج عمي والشيخ والكبير. ألور زاد تعلم عمي، تعلمنا حنايا وتعلم ولادي، سي لا كاتريام جينيراسيون بولادي. اختياره لطريق الوالد لم يكن بالصدفة، لكن البيئة التي نشأ فيها تعتبر من أهم الأسباب التي جعلته يتأثر به. من صغري بدأت دخل الميتي، هذا شغل حاجة، شغل كل يوم تشوفها كل يوم، سيك شغل كذا كما في القراية باش تخدم في الدومين تاعك، ماشي كما قلت قريته ولا ما
قليله ويخدمها شغل خيرتها هذه شغل كما نقدر نقول ثاني هي خيرتني ماشي انا اللي خيرتها شو حاجه تشوفها كل يوم كل يوم كل يوم تدخل لك في راسك بلا ما تمسها ما دين فوا شغل تمست كي تحط كما نقول راح في لاري تافونسي بيان توصلها صح كما نقول بالك شغل كل وقت كما نقول كل جينيراسيون كان عندهم كما نقولوا حنايا حاجه اللي تعاونهم حاجه اللي ما تخليهمش يافونسي ولا شغل دوك حنا دوكا شغل بكري بالك ما كانش الانترنت ما كانش متفتحين على العالم الخارجي شغل ما بالهمش شو صاري برا باركون حنا دوك لافونتاج تاعنا نشوفوا واش كاين نقدروا شغل نكريي ونديروا كما نقولوا حنايا الكرياسيون ديال الكرياسيون تنفونتي الثقافه تاع بلدان واحد اخرين. هناك من يشق طريقه ويتخذ لنفسه مهنه، وهناك من يسير على درب الآباء والأجداد. ياسين وأسامة نموذجان لحكاية كفاح لاستكمال مسيرة قطعها آباؤهم من قبل، مسيرة فيها تحدٍ لهما لأن تكون مشرفة ترفع من اسم العائلة علياً